مخاوف الكتل بس السياسية المقال والشارع عبارة عن العراقي توحدت تفريكات حول أرضية إمكانية القيام وجغرافية. بتلاعب أو تغيير لنتائج الانتخابات كما حدث في العمليات الانتخابية السابقة، لا سيما وأن التزوير قد لا يطال النتائج فقط بل يشمل المرشحين والأحزاب. المفوضية العليا للانتخابات وفي ردها حول ذلك أشارت إلى أنها وضعت معالجات لا يمكن التلاعب بها. هناك إجراءات لدى المفوضية في حال وجود أي خلل أو أي مؤشر على أي على مرشح، لدينا حقيقة بموجب القانون أيضا فترة يتم تبليغ المخول الممثل لغرض الاستبدال، وبخلاف ذلك أيضا لدينا إجراء آخر. الآن في انتخابات 2018 المفوضية أعلنت أن الكيانات السياسية بإمكانها أن توجد أي عدد ممكن والذي تحتاجه في مسألة أن تراقب الانتخابات من أجل النزاهة والشفافية. أضف إلى ذلك أن مسألة التزوير الآن في ظل النظام البيومتري الإلكتروني ربما ستكون قليلة جدا. فيما يرى نواب ومراقبون أن الحديث عن ضمانات بعدم حدوث أي تلاعب محتمل في الانتخابات القادمة هو أمر يحتاج إلى مراجعة، مناشدين الوزارات المعنية إلى المرونة أكثر في إعطاء السير الذاتية للمرشحين تلافيا لحالات التزوير. أتمنى على وزارة التربية تكون متعاونة بشكل جدي وحقيقي، ووزارة التعليم العالي سواء يجيب جامعية أو إعدادية، وبالتالي أنا أعتقد هذا فشيء جدا ضروري. أولا الاقتراع أعتقد قضية ممكن أن تثير قضية الشبهة حول التزوير، هناك لغط حول التزوير في الانتخابات السابقة كثير. أعتقد جهاز التسريع سوف يساهم مساهمة كبيرة في أن تخرج نتائج الانتخابات في وقت قصير جدا، ربما لا تستغرق أيام، وهذه استغراق الأيام ربما تجد فرصة للتزوير. فيما يذهب من يرى عكس ذلك إلى أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بدلا من الجهد البشري سيغلق بعض ثغرات التزوير، على أن تفحص تلك الأنظمة والبرامج التي تستخدم فيها للحرص على عدم إمكانية التلاعب بها. أرشد الحاكم الرشيد.